ينضم إلينا عبر الهاتف حسين عبد الرحمن المحلل السياسي من الكويت. يعني أستاذ عبد الرحمن، هذا اليوم تودع الكويت عميد الدبلوماسية وتستقبل أمير جديد، أبرز التحديات التي تواجهها الكويت في هذا المنعطف؟ يعني احنا نهدي الوطن العربي كله برحيل أمير الإنسانية شيخ الدبلوماسيين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الذي عمل يعني خلال السنوات كلها من أجل رد الصدع وعمل المحبة والسلام في المنطقة العربية، وسعى إلى يعني التقارب في وجهات النظر. طبعا احنا اليوم في يعني سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد تولى مقاليد الحكم رسميا الآن بعد أداء اليمين الدستوري وفق دستور الكويت في مجلس الأمة، ومن الآن يمارس دوره كأميرا للكويت من هذا اليوم. وطبعا في هذا اليوم أيضا سيذهب سمو الأمير إلى تشييع الأمير الراحل الذي سيصل بعد 3 ساعات إلى الكويت ويتم دفن المراسم الدفن. يبقى أمام الأمير الكويت الجديد ملفات كثيرة موجودة، وهو أعلن عنها يعني قبل فترة بأن أهم ملف يعني يستطيع أن يتعامل معه هو ملف التصدي للفساد وتطبيق القانون. حرص خلال الفترة الماضية عندما كان نائبا للأمير أن يلتقي بالنائب العام ويلتقي بمؤسسات الرقابة المالية ويحصهم ويحرص على أن يطبقوا القانون على الجميع، وليس هناك من فوق القانون، بل قال أن كلهم تحت مظلة القانون وفق النظام وفق الدستور، يجب أن يطبق الدستور وفي المحافظة على الملعب. شيخ نواف يعني أنا يعني أمير الكويت عملت له لقاء صحفي عندما تولى وزارة الداخلية عام 1980 لأول لقاء صحفي عملت معه. رجل حازم ورجل منظم في حياته، ورجل يستطيع أن يتخذ القرار السليم في الوقت المناسب، لذلك يحظى بشعبية كبيرة جدا. شيخ نواف نراه كل يوم جمعة يذهب إلى المسجد القريب من منزله، يعني شخصيا دون وجود أي حرس معه، دون وجود أي حراسة، فيذهب ويجلس مع المصلين في الصلاة. رجل متواضع بدرجة كبيرة، يستطيع أي إنسان أن يصافحه عندما يشاهده ويقف ويسأل عن أحوال كل الناس. وسموه يمتاز بأنه يعرف معظم أهل الكويت بالاسم، يعني يناديهم بالاسم، وبالتالي يعني نحن نأمل كبير جدا أملنا في أن سمو الأمير يعني يكون عاد تطبيق القوانين وعاد التزام ب ب ب بروح القانون. يعني نعم أستاذ حسين، الأمير الراحل ترك بصمة في المنطقة، إلى أي مدى ستلقي هذه البصمة بالمسؤولية على الأمير الجديد؟ طبعا يعني الشيخ صباح الله يرحمه يعني ترك بصمات كبيرة جدا في المنطقة، ترك يعني في كل موقع في الوطن العربي أو في العالم له بصمة في كثير. يعني الأمير الراحل كان رجل داعي إلى السلام، خبرته في الوزارات الخارجية وإدارة الحكم اللي امتدت إلى 65 عاما يعني استطاع أن يحل ويقارب كثير من وجهات النظر كثيرة. سموه كان يعني داعي للسلام، سعى إلى دعوة الفرقاء في اليمن إلى الكويت، سعى إلى إعمار سوريا إلى الكويت. بالحديث عن السياسات الخارجية، إلى أي مدى تعتقد أن سياسة الكويت الداخلية والخارجية وخاصة في محيطها الإقليمي ستبقى على الخط الذي رسمه الأمير الراحل؟ حقيقة سؤال كويس. نحن سوف نستمر على نفس النهج، وأمير الكويت سيستمر على نفس النهج الذي سار عليه كل سلف السابق، نهج التمسك بالقضايا العربية وبالقضية الفلسطينية والدعوة إلى السلام والحوار في كل الحوارات وفي كل الجوانب. لذلك
النهج العهد الجديد ايضا سيستمر بنفس هذا الاسلوب وبنفس هذا النمط للوقوف مع الوطن العربي بمساعده الوطن العربي بمد يد العون لكل الاخوه في الوطن العربي. وبالتالي هذا النهج لن يتغير، هو نهج مرسوم منذ عهود قديمه في نهج الكويت. وبالتالي سمو الامير الجديد الشيخ نواف الاحمد حفظه الله سيستمر على هذا النهج في ابراز الكويت ووقوف الكويت مع الاشقاء العرب في القضايا العربيه وفي القضايا الاقليميه. نعم، كيف ستستشرفون مستقبل الكويت خاصة وهي اليوم تودع أميرا وتستقبل أميرا آخر؟ طبعا احنا يعني نأمل كثير الآن من الشيخ نواف بما عرفه منه من يعني طيبة قلب وحزم، أيضا بجانب أنه طيب القلب كثير أيضا حازم، ويقعد أن الكويت تنتقل إلى يعني قضايا أخرى وموقع آخر، وهو التصدي للفساد الموجود والمساهمة في تخفيف التوتر في المنطقة كما قام به الأمير الراحل. لذلك احنا يعني عملنا في الأمير الجديد، وأيضا ما يتم صدورنا أن الأمير نواف الأحمد أيضا أكد على أن ديمقراطية النهج بالكويت سوف تستمر، وهذا النهج منذ 1962 يعني، وبالتالي هذا يؤكد تمسكه بالديمقراطية وتمسكه بالحياة السياسية البرلمانية التي هي من أهم الأشياء اللي موجودة بالكويت. لذلك وفق الدستور اليوم إجا وعد اليمين الدستوري في مجلس الأمة وفق الدستور الكويتي حتى يكون يعني أميرا للكويت يعني. وبالتالي نحن متفائلين كثيرين الكويتيين، متفائلين بنهجه وبتفكيره، لأن قبل وفاة الأمير هو مارس دوره كنائب للأمير الفترة اللي مضت، واستطاع يعني أن يحرك كثير من الملفات، وطلب أيضا يعني في اجتماع مع النائب العام أن يطبق القانون وحتى على أبناء الأسرة، وبالتالي قال كلمته المشهورة بأن ليس هناك أحد فوق القانون. والنهج هذا هو نهج يعني يدل على نهج جديد راح يكون موجود بالكويت إن شاء الله. نعم، الكاتب والمحلل السياسي حسين عبد الرحمن، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك.